السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي تشوف أمر من أوامر الأوتوكاد اللي بيساعدني على حصر البلوكات. يعني لو أنا عندي مثلا مبنى زي دوت وفيه أبواب وشبابيك وحاجات كتيرة جدا، عايز أبدأ أحصر بطريقة سهلة جدا، فأنا ممكن أستعين بأمر اسمه بي كاونت، تمام، وأدوس إنتر، تمام، وأبدأ أحدد المكان اللي فيه البلوكات، وبعد كده ادوس انتر، فهو يبدأ يجيب لي عندي مثلا كام كرسي، عندي كام شباك، عندي كام باب، وهكذا. فلما ادوس F2 عشان يجيب لي القايمة، بيقول لي كل واحدة من دول عندي كام تلفزيون، عندي 2 ما شاء الله، عندي تيبل واحدة، وهكذا. بيعمل لي حصر للبلوكات الموجودة في قلب المشروع، وده بيوفر لي وقت، لأن لو حصرتها بالطريقة اليدوية هتاخد مني وقت كتير.